إطلاق العنان للطاقات والإبداعات الشبابية في برنامج سابلة الحسن لهذا العام، حيث يتضمن مغامرات تعتمد على استكشاف البيئة الأردنية وعلاقاتها بالمجتمعات الريفية والبدوية والمدنية، التي تركز على محاور عدة، أهمها تقديم الخدمات العامة والتفاعل الاجتماعي والمغامرات الاستكشافية للطبيعة الأردنية والمساهمة في الأبحاث العلمية في المشاريع البيئية. يعني يتم اختيارك من ضمن المشاركين في سابلة الحسن، وبتعطي انطباع كبير جدا، خصوصا انه سابلة من السبيل، والاجمل من هيك انها برعاية سيدي سمو الامير حسن. وسابلة مثل ما يعرف الجميع بتعزز قيم التعايش والتعاون بين الافراد، بتعزز كثير قيم في النفس، ممكن تكون نقطة تحول لجميع المشاركين. أنا أعتقد أنها فرصة رائعة. مشاركة مع جائزة الحسن من 2017، بعدين بسابلة 2019، والآن أخذت دورة معهم ومساعد هيئة إشراف. كما تعد السابلة تجربة جديدة للمشاركين من طلاب الجامعات، تساعدهم على بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتمكنهم من تطوير شخصياتهم ليصبحوا قادة مجتمع. يكون في عندنا فعاليات كثيرة، منها المسير الطويل، أكثر من مسير، في عندنا مسير بالبتراء، وفي عندنا مسير بوادي رم، ويوجد عندنا مسير في برقش، راح يكون موزع على ثلاث أقسام اللي هو الشمال والجنوب. راح يكون في عندنا محاضرين خارجيين داخل المعسكر، راح يكون في عندنا محاضرة خارطة وبوصلة من قبل الضباط، راح يكون في عندنا برضو محاضرين خارجيين من إدارة المخدرات عن آفة المخدرات وأثرها على الشباب، وبرضو راح يكون في عندنا من الدفاع المدني محاضرات عن إخماد الحريق والسي بي آر، وبرضه راح نزور جميع متاحف إن شاء الله تعالى الأردن. اليوم نشهد انطلاق سابلة الحسن لعام 2024 تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. صدفنا حوالي 55 نشمي ونشمية من جامعات الوطن بكافة المحافظات، وسيشمل البرنامج تدريبات عسكرية، زيارات ميدانية، تعاون مع الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة الأردنية، وأيضا المتاحف الوطنية. مدة البرنامج 10 أيام يتخللها التعايش وأيضا التنسيق مع الجهات المعنية الميدانية والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية. الفعاليات ستستمر لعشرة أيام، تتنوع ما بين اختبارات تحمل ولياقة بدنية ومهارات التعايش ومحاضرة في الإسعافات الأولية وتجربة إخماد الحرائق، إضافة إلى مسير نهاري وليلي وإنزالات جبلية وزراعة الأشجار والألعاب التي تعزز بناء الفريق. يهدف برنامج سابلة الحسن إلى صقل شخصية الشباب ودعم الخدمات المجتمعية والتطوعية من خلال فعاليات الزيارات الميدانية والمعسكرات التدريبية التي تعزز الانتماء الوطني وتخلق جيلاً قادراً على العطاء. من عمان، ساندرا قطمين، المملكة.